العطر اجباري بده كرم يعني، اذا ما بخيت وهي الشغلات ما راح يجي لعندك، ما راح يشم الريحه، ما راح يشوف العطر حتى يجي لعندك. هلا تقريبا انا بركت 9 اشهر لحسنت اقوم من الاصابه، حتى حسنت ركب طرف وقوم 9 اشهر تقريبا ضليت بارك بالتخت، وبعدين تجاوزت هاي المرحله وركبت الطرف وصرت امشي عليه وصرت طلع على سبب للرزق، يعني عالم بدها تعيش، بدنا ناكل، بدنا نشتغل يعني حتى نجيب الرزق. فكر بشيء ما لقى شيء اشتغله كمصاب، روح بدي اشتغل عند العالم ما شغلوني مصاب. طورت من هوايتي، انا كان عندي هواي اول شيء بالعطر وهي الشغلات، بحبها للعطر، بحب هاي الشغله من زمان وقت كنت صغير. طورت هاي الهواي وقلت بساويها سبب لرزقي، حط اول شيء العطورات اللي دارجه بين العالم والناس، اعرض عليهم بضاعه، عندي عطورات، عندي كذا، يوافقوا العالم ويشتروا مني الحمد لله. وشوي شوي صار عندي بسطه حطها على باب الجامع، وكبر البسطه، زيد بالعطورات الجديده، ينزل ريحه جديده حط منها، والعالم صارت تتقبل هذا الموضوع ويشتروا مني الحمد لله رب العالمين. هلا انا بحب اعلن للبسطه الي، يعني غير الناس بيجي مثل البياع الخضره بيصيح الكيلو بكذا والكيلو بكذا، لا، هاي العطر بدك تبخ للعالم حتى تشم الريحه الطيبه، تجي تشوف تنجذب للبسطه انه بدي من هاي الريحه اللي انت كنت عم تبخها. حتى في زباين بعد يومين وبعد 3 ايام بيجي بيقول لي بدي من هاي الريحه كنت عم تبخها من يومين، فانا بضحك بقول له انا اجلس اعرف يعني من هاي الريحه كنت عم تبخها، اليوم عم تبخ شيء جديد، تعال اعبي لك من هذا الجديد اللي عم تبخه. والله ما شاء الله العالم يعني تقبلت مني، صاروا يجوا يشتروا مني، يشوفوني مبتور وكذا يجوا يشتروا مني ويجربوا العطر يلاقوه كويس يعني يرجعوا يشتروا مره ثانيه، فلقوا الصدق بالمعاملة يرجعوا مرة ثانية وثالثة ورابعة وتعلموا علي، صاروا يشوفوني ما يعبي العطر إلا من عندي، وين ما يشوفني يجي يعبي عطر من عندي بسبب الصدق، يعني هي أهم شيء. والله رغم الصعوبات يعني وهي الشغلات، يعني واحد مصاب وعم بيطلع بيشتغل وعم بيطلع بيلعب طابي كمان هواية، يعني غير هواية العطر انا بلعب طابي وبحب هاي الشغله وبحب هاي الشغله وعلى طول بمارسها، وعندها تدريب كل بالاسبوع مرتين يعني، وبحب فريق كثير وبحب العب معه بالطابي، وانا مدافع يعني ما شاء الله قوي، يعني ما تفكروني متصاب هيك يعني ما بعرف العب طابي، لا ما شاء الله بلعب لعيب. كرة القدم هي هواية يعني تنفيس، انه مثلا انا يعني كمصاب وكذا بدي اطلع شيء اشوف الحياة، بطلع مع فريق كله يعني من ذوي الهمم يعني من ذوي الاحتياجات، فبطلع بنفس عن حالي بشوف الشباب كلها مثلي يعني بلعب معهم بكيف معهم بنبسط معهم، هاي تنفيس لنا من الحياة يعني الصعبة، نطلع نلعب شوي بالطابي نرتاح نفسيا ونرجع على البيت. طموح انه يكون عندي مثلا دكان كبير بالعطورات اشتغل فيه يعني مثل الشركه، بس هي طموح يعني صعب، بس ان شاء الله بدي اوصل له، ان شاء الله بضل شوي شوي اوصل له ان شاء الله.